فاطمئنوا وأبشروا وقاتلوا في هذه الحياة من أجل أحلامكم. تعلمون لما؟ تعلمون لما يا أحباب؟ لأن الناس لن يحققوا لك أحلامك، الناس لا يحققون لك أحلامك إن لم تحقق أنت لنفسك هذا الحلم، إن كان رزق، إن كان زواج، إن كان فرح، إن كان نجاح، فوالله لن يحققه لك أحد من البشر. فلا بد أن تقاتل، ولا بد أن تتعب، وإياك أن تستسلم في هذه الحياة. أرأيت ناجحا خرج من بطن أمه ناجحا؟ أعطني واحد من الناجحين في الحياة خرج من بطن أمه ناجحا. إن لم تتعثر في الحياة، إن لم تتعب في الحياة، إن لم تمرغك هذه الحياة في التراب وتتعلم من مدرسة الحياة، فاعلم أنك لن تنجح. فبوابة النجاح أن تتعب الآن، بوابة الوصول إلى القمة. أرأيت رجل تسلق القمة ورأس الجبل دون أن يعرق ودون أن يتعب؟ فكلما تعبت كلما استرحت. واعلم أن الحياة هكذا، الحياة تعثر ونهوض، ولكن إياك أن تبقى متعثرا، انهض بعد عثورك، وإياك أن ترفع الراية البيضاء. فما خلقك الله سبحانه وتعالى إلا من أجل أن تحقق الحلم الذي في قلبك أو في قلب أبيك وأمك، هذا الحلم الذي يتمنون أن يرونه في الحياة. واعلم أن الله ما خلق الأحلام، ما خلق الله الأحلام إلا من أجل أن تحقق، ما خلق الله الأحلام إلا من أجل أن تحقق. فاستعن بالله وتوكل عليه، واعقلها وتوكل، وامضي في الحياة، واعلم أنك لست وحدك، ومتى كنت وحدك والله معك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يشهد الصحابة، يشهد الهمم بالصحابة أن يطلبوا دوما المعالي. فلو كنت عاملا في عمل فإنك تطمح إلى أن يكون راتبك هو أعلى راتب، إذا كنت في الجامعة فأنت تطمح إلى أن يكون معدلك هو أعلى معدل. ولكن الذي يريد الجنة لا يريد أن يكون في أي درجة في الجنة، وإنما هو يريد أن يأخذ أعلى مكان في الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إذا سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى. فاسأله الفردوس الأعلى، دائما اطمح إلى المعالي. فبكلما قدمت من تعب اليوم في الدنيا كلما استرحت يوم القيامة. ولهذا يؤتى بالرجلين يوم القيامة، رجل كان مع أخوه في الدنيا، هذا الرجل كان يعبد الله وهذا كان يعبد الله عز وجل، فأتي بهما يوم القيامة وإذا بواحد منهم في الجنة في درجة من درجات الجنة، وإذا بالآخر في الفردوس الأعلى. فجاء الذي هو في درجة في الجنة قال: يا رب جعلتني في درجة من درجات الجنة وجعلت أخي في الفردوس الأعلى. فيقول الله سبحانه وتعالى: عبدي ألم تكن قد سألتني في الدنيا الجنة؟ قال: نعم يا رب. قال: فأعطيتك الجنة. قال: وأخي؟ قال: أخوك ألم يكن يسألني في الدنيا الفردوس الأعلى؟ قال: نعم يا رب. قال: فأعطيته الفردوس الأعلى. فعلى قدر ما تطلب، على قدر ما تطمح، على قدر ما تريد ما عند الله، بقدر ما سيعطيك الله عز وجل يوم القيامة. فهذا الذي يصلي الفرائض ليس كالذي يصلي الفرائض ويصلي السنن، هذا الذي يصوم رمضان ليس كالذي يصوم رمضان ويتبعه ست من شوال ويصوم الاثنين والخميس. فالناس في الدنيا في العبادة في درجة، كلما تقدموا في العبادة كلما تقدموا يوم القيامة. ولهذا الله عز وجل جعل يوم القيامة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بلا حساب ولا عذاب، وهم أول زمرة يدخلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قدمهم يوم القيامة بناء على ماذا؟ قدمهم يوم القيامة على قدر تعبهم. فهذا لا يتساوى مع الذي نام الليالي. فالذي يقوم الليل ويستيقظ في آخر الليل قبل صلاة الفجر ليقيم الليل حتى الفجر من الساعة 5 إلى 6 وهو يقيم الليل حتى يذهب إلى صلاة الفجر، هذا ليس كالذي نام الليالي. فكلما قدم كلما أعطاك الله سبحانه وتعالى. واسمع واعلم أن الله عز وجل كريم، واعلم أن الله عز وجل رحيم،
ولقد سأل موسى. هذه الحياة طبعت على كدر، وهذه الحياة طبعت على تعب. وإن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه مطلع، ويطلع عليك بقدر تعبك في الحياة وبقدر عرقك في الحياة. يا أحبة، اعلموا أنكم إذا خرجتم من أجل رزقكم ومن أجل أعمالكم ومن أجل عيالكم ومن أجل آبائكم وأمهاتكم، اعلموا أنكم في سبيل الله. وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمله من حديث، حينما نظر الصحابة إلى رجل في مهنته وهو يعمل في مهنته، يعمل في مهنة أهله، فقال الصحابة: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني هذا الذي يعمل في النجارة وفي الحداد، هذا الذي يعمل، لو كان عمله هذا في سبيل الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، قالوا: لو كان هذا جهاد في سبيل الله أفضل من أنه يعمل هذا العمل ويتعب نفسه في العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج من أجل أن يعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل أطفال عيال يطعمهم فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل أبوين كبيرين فهو في سبيل الله عز وجل. فاعلموا يا أحباب، يا من تتعبون ليل نهار في أعمالكم، يا من خرجتم من أوطانكم مغتربين وأنتم تبحثون عن العمل، تعملون من الصباح حتى الليل، ربما ليس هناك أوقات لكم حتى ترون فيها أولادكم أو أحبابكم أو أصحابكم، ليس هناك لديكم أوقات فراغ، تتعبون من الثامنة إلى الثامنة ليلا وأنتم تتعبون وتعرقون، اعلموا أنكم في سبيل الله. هذا ليس قولي، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم في سبيل الله، ما دام أن هذا المال الذي تتعبون لا يذهب إلى الحرام ويذهب إلى عيالكم وأطفالكم وأبائكم وأمهاتكم، ويذهب من أجل الزواج وتعفوا أنفسكم أيها الشباب، اعلموا أنكم في سبيل الله سبحانه وتعالى.